المطابخ العربية غنية ومتنوعة. اليوم حنتعرف على مطبخ ما كتير معروف عنا بالوطن العربي. الشيف حيعلمنا وصفة شهية ومتنوعة من المطبخ الجيبوتي. مرحبا شيف. هاي ملك، كيفك اليوم؟ مشكور الله. شو عملنا اليوم؟ شايفه سمك انا بحبه، هيدا سلطان ابراهيم. سلطان ابراهيم اليوم عاملين مطبخ من جيبوتي، مطبخ افريقي اكيد بلاد عربيه. بس حبيت قلت انت ضوي شوي على المطابخ اللي احنا ما بنعرفها كعرب. في مطابخ نعتبرها غنيه بس ما بنعرفها يمكن لانه بعد ما سابت انه تعرفنا عليها. اليوم عم بعمل مطبخ جيبوتي، حنعمل صحن بالسمك، هنعمل ساموسا اللي هي السمبوسك، مثل السمبوسك بس هن بحطوا حدا دب المطبخ بالمطبخ الجيبوتي، بحطوا حدا مثل صوص صغيره. هنعمل بانكيك اللي عاده هن بيستعملوها مع الشوربات مع الحلو مع الموز. اكيد الموز اللي في مطبخهم كثير لانهم مؤثرين بالمطابخ، المطبخ الصومال حدهم، حتى عندهم تاثر المطبخ اليمني يعني العرب عبد المندب، مطبخ فرنساوي والمطبخ الهندي. وحنعمل طبق بالعدس. بس هلا هن عندهم سر انه عندهم شيء اسمه بهارات البربر، يعني البربر اللي بيكون عاده بهارات مجهزينها قبل، وزبده المبهره، يعني كمان هي الزبده بيستعملوها بيجهزوها وبيخزنوها شهرين، يعني تستعمل على مده شهرين. بيستعملوها هي كزبده بدل الزيت، فيها بهارات جاهزه. حنحضر هول. فهلا حنبلش بالبانكيك. اوكي، حناخذ جارات. يعني عم تقلي مثلا بهارات البربر وزبده مبهره، هدول نحن بوطننا العربي يعني جيبوتي هي بلد عربيه بس ما شايفينها بولا مطبخ. هيدي لانه مطابخهم هن اكيد من منزل هي بافريقيا، فعندها تاثر بالمطابخ الافريقيه. فهذا ستيلهم بالطبخ هيك بيجهزوا. حلو. فنحن هلا حنجهز شوي مثل ما هن بيعملوا. طيب وهيدي الزبده مثلا ممكن نقدر نستعملها باي طبخ؟ هن بالنسبة لهم مطابخ استعمل بكل شيء. يعني اكيد مش كل شيء بس اكثر الاطباق. يعني هلا اذا عجبتني انا ممكن تصير فيكي تعمليها. حلو. البانكيك حناخذ طحين ابيض